بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في قناة إنجليزي إعدادي مع مس هناء السماء. إن شاء الله النهاردة هنشتغل من كتاب جيم، هنحل في الوحدة الثانية آخر درسين، الدرسين 5 و6. هنحل من كتاب جيم في صفحة 87. بنفكرك أن إحنا شغالين برضو من كتاب المعاصر، لو حابب تتابع معانا هتلاقيه موجود معاك على القناة. Vocabulary exercises تدريبات على ال vocabulary. Number 1. You will choose a correct answer from A, B, C, or D. A. What is your A؟ عايز يسأل عن A. What is your A subject؟ المادة الدراسية. قال له It's English، إنها اللغة الإنجليزية. True بمعنى حقيقي أو صحيح. Friend صديق. Favorite مفضل. Correct صحيح. هنقول What is your favorite subject؟ ما هي مادتك المفضلة؟ قال له It's English. Number 2. ناخد ايه من الكلمات دي؟ Is the main language of our people. هو اللغة الأساسية الرئيسية في العرب. French اللغة الفرنسية. Spanish اللغة الأسبانية. English اللغة الإنجليزية. ولا Arabic؟ طبعا Arabic اللغة العربية. Number 3. I like my teachers. أنا أحب معلمي. They are very، إنهم very A. Bad سيئون. Unkind يعني غير طيبين. ولا friendly ودودون. ولا sad، sad بمعنى حزين. هنقول very friendly. Number 4. I usually، أنا عادة. هاخد إيه من الأفعال دي؟ A shower after school. دش بعد المدرسة. Go ولا do ولا have ولا make. هنقول have a shower. Have a shower يعني يأخذ دش. Number 5. My mother والدتي. ناخد ايه من الأفعال؟ Up early to make our breakfast. عايز أقول تستيقظ مبكرا لتعد طعام الإفطار لنا. يبقى ايه؟ puts، put بمعنى يضع. أما comes دي come بمعنى يأتي. forget ينسى، وجاي معاها حرف الإس. كل دول جايين معاهم حرف الإس عشان my mother كأنك بتقول she. wakes هنا تستيقظ، يبقى احنا هنقول wakes up تستيقظ. Number 6 بيقول which holiday أي إجازة. هناخد إيه من الكلمات دي؟ can people do in Egypt، يمكن أن يقوم بها الناس في مصر. weeks يعني أسابيع. views يعني مناظر طبيعية أو وجهات نظر. activities أنشطة. souvenirs هدايا تذكارية. هنقول which holiday activities يعني أي الأنشطة في الإجازة يمكن للناس أن يقوموا بها في مصر. Number 7. I go to school. أنا أذهب للمدرسة. I'm in A1. عايز أقول لك أنا في الصف الأول. يبقى A false يعني خطأ. Preparatory يعني إعدادي. ولا right صحيح. Kind طيب. هقول I am in preparatory school أو preparatory 1 يعني الصف الأول. Preparatory 1 يعني الصف الأول. Number 8 أقول A or an. إيه من الكلمات دي؟ is a simple message، هي رسالة بسيطة. sent through the internet يعني ترسل من خلال الإنترنت. email البريد الإلكتروني. art الرسم أو الفن. letter بمعنى خطاب وتيجي بمعنى حرف من الحروف. computer يعني الحاسب الآلي. هنقول email، email اللي هو البريد الإلكتروني. Number 9. Arabic اللغة العربية. English اللغة الإنجليزية. and French واللغة الفرنسية. are all A. كل دول عبارة عن A. meals وجبات. languages لغات. hobbies هوايات. ولا timetables اللي هي جداول المواعيد. كل دول عبارة عن A. languages يعني لغات. Okay. Number 10. My mother always يعني والدتي دائما. هناخد ايه من الافعال؟ shopping on Sundays. عايز اقول تقوم بالتسوق في ايام الاحد. arrives تصل. gets بمعنى برضه تصل او get بمعنى يحصل على. makes يصنع. ولا goes هنقول goes shopping عشان الفعل go shopping معناها يقوم بالتسوق او يذهب للتسوق. number 11. breakfast الافطار. lunch الغداء. and ايه بقى فاضل وجبة؟ are daily meals هم عبارة عن وجبات يومية. dinner العشاء هي دي اختيارنا. language لغة. petrol يعني المواد البترولية. ولا reading قراءة. هنقول الوجبات هي breakfast lunch and dinner.
نمبر 12 my teacher asked us to، يعني ومعلمنا سألنا، معلمنا سألنا طلب منا ايه؟ a project about computers، عايز نقول نقوم بمشروع عن الحواسيب. هنقول ايه؟ do ولا make ولا have ولا come؟ project تاخد على طول ايه؟ do. do a project، يقوم بعمل مشروع. number 13 when I، عندما انا اخد ايه من الافعال دي؟ home from school، عايز اقول لك اتي للبيت من المدرسه. I have something to eat، انا اتناول شيئا ما لاكله، او اخذ شيئا ما لاكله. او ليه؟ take اخذ، give اعطي، have يعني يكون لدي او عندي، ولا come هقول come home. come home يعني اتي للبيت او ارجع للبيت. هنا بيقول test yourself في صفحة 89 on unit 2 lessons 5 and 6 complete the following dialogue، يعني أكمل الحوار التالي. دايما بنقول لما يكون في حوار اقرأ كل الحوار للآخر علشان تفهم الفكرة ايه، وبإذن الله تجاوب صح. سامي، سلمى، سلمى is asking أماني about school، سلمى بتسأل أماني عن المدرسة. سلمى بتقول do you mind if I ask you some questions about school، هل تمانعين أن أسألك بعض الأسئلة بخصوص المدرسة؟ أكيد هتقول لها إيه؟ No، here you are، لا، تفضلي. سلمى بتقول When do you usually wake up on school days؟ يعني متى تستيقظين عادة في أيام المدرسة؟ هتقول I usually wake up at، وهتقول الرقم، هتقول إيه ساعة وقت. أنا قلت I usually wake up at 6:30 a.m. يعني أنا عادة أستيقظ في الساعة 6:30 صباحا. سلمى بتسأل علشان أماني بتقول I walk to school because it's very close to my house، أنا أتمشى إلى المدرسة لأنها قريبة جدا لمنزلي. يبقى أكيد بتقول لها إيه؟ How do you go to school؟ كيف تذهبين إلى المدرسة؟ سلمى بتسأل، بتقول سؤال علشان أماني بتقول My favorite school subject is English، المادة الدراسية المفضلة لدي هي اللغة الإنجليزية. يبقى كده بتسألها، بتقول لها ما هي المادة الدراسية المفضلة لديك؟ What is your favorite school subject؟ سلمى Is there a library in your school؟ هل هناك مكتبة في مدرستك؟ قالت لها Yes there are. طيب ليه عرفنا أن يوجد مكتبة في مدرسة أماني؟ لأنها بتقول I go there daily، أنا أذهب إلى هناك يوميا. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 A بيسأل، B بيجاوب. A بيقول what A بقى؟ Are you good at running؟ ما ال A التي أنت جيدة فيها يا رنا؟ قال English and Italian، اللغة الإنجليزية والإيطالية. يبقى هيقول what A؟ Hobbies هوايات، sports رياضات، foods أطعمة، ولا languages؟ languages يعني لغات. ما هي اللغات التي أنت جيدة فيها يا رنا؟ Number 2 we always، نحن دائما. هناخد ايه من الافعال؟ dinner at 9 in the evening، dinner اللي هي وجبة العشاء في الساعة 9 مساء. هنقول have ولا do ولا take ولا give، الوجبات ناخد معها have. have dinner يعني يتناول وجبة العشاء، كل الوجبات ناخد معها have. Number 3 my best friend lives in Giza، عايز اقول لك صديقي المفضل يعيش في الجيزة. هناخد ايه؟ on ولا in ولا from ولا of؟ جيزة دي مدينة، وهنقول ايه؟ in. ادي live in معناها يعيش فيه، يعيش فيه live in، بس هنا اضاف حرف الاس عشان my best friend كأنك بتقول he. number 4 we paint and draw in a lessons، نحن نرسم ونلون في حصص ايه؟ Arabic لغة عربية، science علوم، math رياضيات، ولا art في حصص الرسم art. number 5 I like my friend وليد because he is a، أنا أحب صديقي وليد لأنه a، ugly قبيح، bad سيء، friendly ودود، unfriendly unfriendly يعني غير ودود. أنا أحب صديقي وليد لأنه friendly ودود. أما الصفات دي سيئة، مش ممكن أنا أحب صديقي فلان علشان هو فيه صفة سيئة من دول. number 6 I get up at 7، أنا أستيقظ في الساعة 7. then بعدها I هاخد إيه من الاختيارات دي؟ my clothes ملابسي، أو ليه؟ look at أنظر إلى،
put on ارتدي ولا wake up استيقظ go to اذهب الى هقول I put on my clothes يعني ارتدي ملابسي ودي هتساوي wear يرتدي. Number 7 before I go to bed قبل ان اذهب للفراش I take my favorite book and a اخذ كتابي المفضل و a embed في الفراش read واقراه. عايز اقول لك واقرا الكتاب في الفراش read لكن come يأتي go يذهب have يعني يمتلك أو يكون لديه أو عنده. هنشوف هنا صفحة 90 number 8 بيقول my father asks me not to close the door hard. عايز أقول لك والدي يطلب مني ألا أغلق باب السيارة hard إيه بشدة. هقول إيه cars فيها S وبعدها apostrophe ولا car و apostrophe و S ولا car is ولا car فقط. أقول car فقط. طيب ليه؟ لأنه ده جماد ملكية الجماد لا نضع لها أي apostrophe ولا S ولا حاجة خالص. car door باب السيارة. Number 9 my father always يعني والدي دائما. هناخد إيه من الأفعال to work by bus يعني يذهب عايز أقولك يذهب للعمل بالأتوبيس. is going going goes ولا go. هقول goes. ليه اخترنا ده بالذات؟ لانه my father كانك بتقول he كانك بتقول he always وبعد كده الفعل. طيب مع he وshe وit في زمن المضارع البسيط بنعمل ايه؟ بنضيف للفعل اضافات. هنا ضفنا للفعل es عشان اخره e عشان كده قلنا goes. number 10 ناخد ايه من كلمات الاستفهام دي؟ dress is this عايز اقول فستان من هذا عشان الإجابة هنا بتقول it's mine إنه لي إنه فستاني. حد بيرد بقى بيقول إنه فستاني. يبقى بنسأل عن ملكية الشيء بإيه؟ whose whose بمعنى لمن أو ملك من. أما which دي معناها أي للتخيير بخيرك بين حاجتين. هنا when يعني متى تسأل عن الزمان أو الوقت. what بمعنى ما أو ماذا تسأل عن غير العاقل. عايزين الملكية يبقى نقول whose. number 3 read and correct the underlined words يعني اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط. number 1 how many do you study English قال له every day. الإجابة هي مفتاحك لتصحيح الخطأ. هنا بيقول every day كل يوم ده ظرف من ظروف التكرار. طالما أجاب بظرف من ظروف التكرار يبقى هو بيسأل عن عدد المرات. بنسأل عن عدد المرات بـ how often مش how many. يبقى هنخلي many دي تبقى إيه often يعني كم مرة. أما how many معناها كم عدد. number 2 what languages are you good for ما اللغات التي أنت جيد فيها. قلنا مستوى أداء الشخص في شيء معين يا إما نقول good at أو bad at excellent at not bad at كل ده بيقطع حرف الجر at. أدي at. number 3 بيقول my brother's birthday is on Monday they are twins. خلي بالك هنا قال إيه قال they. طالما قال they يعني هم يبقى هو يتكلم عن شخصين اتنين brothers وطالما شخصين اتنين يعني جمع. طيب هنفكر الجمع ده منتظم ولا غير منتظم يعني لما هنيجي نجمع المفرد هيقبل حرف الاس ولا لا. المفرد هو brother لما هتجمعه يبقى ايه brothers يعني قبل معاه حرف الاس. طالما قبل معاه حرف الاس يبقى هو كده جمع ايه منتظم او ملتزم بحرف الاس. يبقى خليها معاه وهنطلع الابوستروفي بره هتبقى بالشكل ده. ادي brother اللي هي المفرد. طب هنجمعها بايه بحرف الاس يعني هو موافق ان حرف الاس يبقى في صيغه الجمع. اوكي خليها معاه وهنضيف بعدها الابوستروف. number 4 ايا never walk to school ايا ابدا لا تمشي الى المدرسه. طيب never ده صيغه جمع لكن لا تمنع أبدا الإضافات اللي احنا بنضيفها للفعل في زمن المضارع البسيط مع هي وشي وإت يعني آية دي كأنك بتقول شي. she never walks هنخلي walk دي هتبقى walks هنضيف لها حرف الاسم. آدي walks.
number 4 بيقول write a paragraph of about 80 words on. اكتب فقرة من حوالي 80 كلمة على a typical day on in your life. A typical day in your life يعني يوم نمطي أو نموذجي في حياتك. بما أنك أنت طالب فهيكون اليوم النموذجي عندك طبعا الخروج إلى المدرسة، الحصص، الرجوع منها وهكذا. الموضوع اللي احنا كتبناه قبل عن كده في نفس الكتاب هتكلم عن your school day اهو قدامك، لو حابب تستعين بيه هيبقى موضوع ممتاز جدا. كده خلصنا حصتنا، ان شاء الله نستكمل مع بعض. عندنا بعد كده حل تست على الوحدة، وهنكمل بعد كده ان شاء الله منهجنا. بنفكرك ان احنا شغالين في كتاب المعاصر، لو حابب تتابع معانا هتلاقيه موجود معاك على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.